ومنور الدنيا. مساء الخير عليك محمد صديقي العزيز، سعيد ان انا يكون ظهور الاول على شاشة البيت الكبير بعد التطوير، يكون معاك وفي اليوم التاريخي زي النهارده اللي هيسعد ملايين من جمهور الاهلي. ولو في جايزة حقيقية للترند، اعتقد ان اذا كان النادي الاهلي بيتصدر الترند في مصر وفي العالم في بعض الاحيان، فالجايزة الحقيقية للترند اعتقد ان هي تكون لجمهور الاهلي، لان هو الدرع والسيف الحقيقي للنادي الاهلي، وهو اللي بيجعل النادي الاهلي هو الترند رقم واحد في الدنيا كلها. النهارده كل الاحلام اللي بيحلمها جمهور الاهلي منذ سنوات هتكون موجوده على ارض الواقع النهارده ان شاء الله، ومن خلالك طبعا بالتاكيد الكل النهارده يكون على هبه الاستعداد وعلى مدار اليوم لمتابعه شاشه قناه الاهلي يا استاذ اسامه. مش عايزين نسبق ان الاحداث شاء الله ومش عايزين نحرق المفاجآت، ان شاء الله من بعد نص ساعه ان شاء الله مفاجآت هتسعد ملايين من جمهور النادي الاهلي حول العالم. باذن الله. طيب ابدا معاك واتكلم على الحديث عن استئناف الدوري المصري، مباراه الاهلي وانبي، وفي ظل طبعا احداث الكورونا وقرار مميز باستئناف النشاط، شايف الاحداث ازاي ومساله تاثير فيروس كورونا على انتظام المسابقه او جدول المسابقه الفتره الجايه؟ هو مبدئيا قبل ما ابدا في الكلام عن مباراه انبي وتحديدا، ان الشكل المميز اللي كان فيه النادي الاهلي رغم فتره الغياب الطويله دي، وده امر يحسب للمدير الفني السيد ريني فايلر، اعتقد ان لو عملت فلاش باك سريع، اخر ظهور ليا كان معاك في شهر اغسطس اللي فات مظبوط قبل التعاقد مع فايلر ب 48 ساعه، واتكلمنا ايه الاهلي محتاجه. قلت لك الاهلي محتاج مدرب بالشخصيه، شخصيه يكون عنده تعطش للبطولات وعايز يعمل سي في كويس، وده اللي عمله النادي الاهلي وتعاقد معاه. لكن للاسف الشديد قبل ما فايلر يوصل مصر اتعرض لهجوم غير طبيعي، ومجلس اداره النادي الاهلي كمان اتعرض لهجوم غير طبيعي بسبب اختيار فايلر، وقالوا ان الاهلي اشترى الترماي، وقالوا ان الاهلي ضحك على جمهوره. فوجئت بعد ما الايام مرت وبعد ما فايلر اثبت ان هو صفقه الموسم الحقيقيه، وظهرت بصماته على الفريق وفرض شخصيته وحقق ارقام غير طبيعيه، 18 مباراه بلا هزيمه وتعادل واحد في الدوري، بالاضافه انه وصل نصف نهائي دوري ابطال افريقيا بمنتهى الجداره. نفس الاشخاص اللي كانوا بيلوموا على الاهلي هم اللي كانوا زعلانين الفتره اللي فاتت، وبيقولوا ليه الاهلي ما جددش التعاقد مع فايلر والنادي الاهلي كده فشل. بصراحه حيرتونا، بصراحه حيرتونا. تمام. المهم ان فتره التوقف 5 شهور دي لاول مره تحدث في التاريخ، 5 شهور منها 3 شهور اللعيبه ما بتنزلش، فطبيعي ان الوضع هيكون مختلف. لكن اللي انا شفته في مباراه انبي، بسم الله ما شاء الله، بدنيا وفنيا الاهلي مسيطر، بيوصل للمرمى مش كتير زي الاول ما عودنا، ولكن وصل ونجح انه يحقق فوز مهم. الفوز مهم مع بدايه استئناف الدوري ان شاء الله في رحله البحث عن اللقب رقم 42. لو عايز تتكلم بقى في الجانب اللي يخص كورونا، بالظبط، تأثير الكورونا على انتظام الدوري.